السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي اخواتي من نهاركم مبروك، نتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم لا طورة ديالكم ولا الحيوانات الربي ولا الناس اللي تتبعوا اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الفيديو، نديروا استكشاف عشاش الكنار واش كاين تما. يلا ومان هادي باقي ما زوجتهاش، هادو يلا درتهم يتجمعوا، هادي ما دارت والو مات ليها الفخ. اجيو معنا ندير اللي كانوا معلقين هنايا هاد الزوج، اللهم بارك. اورانج بالنسبه هذاك ذكر صفر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. عندها فريخات الإخوان، جوج فراخ، اللهم بارك. اللي شاف شي حاجة يقول اللهم بارك. أجي درتها مع باها، درت واحد البيضة وهي تتقد باقا في الخامة مبتدئة. انتما هادو تاني يلا تيجمعو، اللهم بارك. هادو طلعو زوينين، هادو ان شاء الله فراخ وما يطلعو واري. انتما علاش يلا تي بداو تيجمعو، خصنا نقي ليهم تاني نتوالي هادشي. هادشي اللي كاين الاخوان في هاد الفيديو هدا، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. المهم ان شاء الله غادي تشوفوا معنا هاد الفريخات هادو حتى يكبروا غادي نصوروهم. المهم كل مره ندير فيه ندير معاهم فيديو. فراسكم راه طلعوا بيضين ماشي صفرين، بيضين اللهم بارك. عشان البيض هما صفرين، باهم باهم هاك داير المهم هي هادي، المهم هي هادي كي دايره امه هادي وبا ما فيهاش البيض. وكاينه البنت وهادي حتى هي راه يعني ما فيهمش البيض. الاخوان هنا طاح لي واحد العجب، يعني ان الفراخ خرجوا بيضين، الدم ديالهم انا راه كاملين ولاد، يعني هادشي تفرخ عندي وعارف انه ديالي، يعني ما مخلط ما والو، ما فيهمش دم بيض، لا والديهم لا جدهم والو، كرغلي وصفر وسميتو وبسكوي هادشي اللي كاين. اللهم بارك طلعوا فريخات بيضين، غادي نطلع فيهم ان شاء الله يطلعوا مزيان. كون ما كانوش عندي فريخات ديال الدريساج غادي ندرسي هاد الزوج هادو، ولكن عندي فريخات ديال الدريساج خصني نتسالي معاهم. هادي ارانك ليا الدريساج ديال الكنار ان شاء الله. تحياتي لكم.